بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، تقبل الله منا ومنكم جميعاً الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذه الحلقة من برنامجكم مدرسة رمضان. يقول الله جل مجده في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة، كان الحسد سبباً لأول معصية يعصى بها الله تعالى في أرضه حين قتل قابيل أخاه هابيل، كما كان الحسد أيضاً سبباً لأول معصية يعصى بها الله تعالى في السماء حين رفض إبليس لعائن الله عليه متتابعة أن يسجد لآدم، وحسده على ما حباه الله به وعلى ما كرمه الله به. قال تعالى في كتابه العزيز: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الحسد إذن أيها الإخوة، كما كان سببا لأول معصية في الأرض، هو أول سبب لأول معصية يعصى بها الله تعالى في السماء. بل أن إخوة يوسف عليه السلام كان الحسد سببا لجرمهم حينما ألقوا أخاهم يوسف في غيابات الجب حتى كادوا أن يقتلوه. الحسد بلا شك أيها الإخوة، كما يلفتنا إليه القرآن، هو جذر الشرور ومنبعها. والحاسد مختل العقيدة أيها الإخوة، لأن الحسد والإيمان لا يجتمعان في قلب المؤمن، لأن هذا الحسد لا يكفي أنه يعتمل في صدر الحاسد، إلا أنه بالضرورة سيتحول إلى فعل وإلى أعمال، كما دل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفتنا إلى أن آثام القلوب ستتحول بعد حين إلى أفعال، والعياذ بالله تعالى. لذلك أيها الإخوة، الحذر، كل الحذر من هذه الآفة. والحاسد أيها الإخوة، كما قلت آنفا، مختل العقيدة، لأن هذا الحاسد هو لا يسخط فقط على محسوده الذي أتم الله عليه النعمة، بل هو ساخط على قدر الله وعلى قضاء الله وعلى قسمة الله. هو في سريرته أيها الإخوة يتهم الله تعالى دون أن يشعر: وما ربك بظلام للعبيد. إذن أيها الإخوة، أرأيتم كيف أن الحاسد هو شر الناس، حتى أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: الحاسد عدو نعمتي،
متسخط لقضائي، غير راض بقسمة التي قسمت بين عبادي. ولله در الشاعر حين قال: أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب. فأخزاك ربي بأن زادني، وسد عليك وجوه الطلب. في الختام أسأل الله تعالى لي ولكم أن يطهر قلوبنا من الحسد ومن النفاق ومن سوء الأخلاق، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.